distributed, distributed والولاية between the federal government والمقاطعة the state government county government ووحدة الحكم المحلي. هذا هذه أهم ملاحظة بالنسبة إلي. This is the most important remark for me. التي تجيب على سؤال دائما ما سألناه في الشرق الأوسط، لماذا لا يهتم الأمريكي بالسياسة الخارجية؟ وأخيرا أدعوكم لحضور حفل زواجي. Finally, I invite you to attend my wedding في سبتمبر المقبل. You made some comments about how little Americans know, and I want to tell you that that's why we have this program. That's part of the reason, because as we talked about on the first day, you come here and you help educate us and all the people. So it's not surprising that you found individuals, organizations that may not know as much. That was the whole purpose. We wanted you to go there and to share the work you're doing, the issues you're confronted with, the lives you lead, so that we can bring our world closer together, so that we can understand each other better. بتصدق انه ما بفهموا شو هو هالامريكان دريم؟ اوقات بشبهه لشيء لمسرحيه لزياد الرحباني، اللي هو فيلم امريكي. في فيلم امريكي، في صوره تنقل للهيدا، في مشردين يا خيي بالولايات المتحده عم نتلقى فيهم، عم نتفركش فيهم، طالعين نزلين، في ناس عم تشحد، في فقراء، في طبقات، في مدارس رحنا عليها يمكن مدارس بلبنان في احسن منها. يعني الصوره الهوليووديه عن الولايات المتحده منا هيدي الصورة السليمة 100% هي الموجود. في صورة كتير حلوة، واشنطن رائعة، ماريلاند رائعة، في ثقافة، في تاريخ، ما عم قول لا، في حضارة موجودة. اللي بيقلك انه ما في حضارة، لا، في جمعوا من كل هالشعوب وكونوا شيء، كونوا نظام كتير حلو وكتير ايجابي وكتير منيح. بس فيه السيئات، فيه امور بدها تحسين، ومنه حلم اكيد بالنسبة لإلي. انا بعيش الحلم على ارضي. كمان منه كابوس بالنسبة لإلي. اللي بيعتبر انه الحلم الامريكي هو كابوس بيكون نقطة ضعف عنده هو. ما كثير بحب الشعارات المطروحة، مش لانها شعارات غير واقعية، انما يعني لانها شعارات بتغلق السؤال. يعني انه لما تقول الموت لامريكا او بتقول الموت لامريكا شيطان اكبر، خلاص ما عاد فيك تسأل أسئلة أكثر، إن خلاص وضعت نقطة وما في إمكاننا أن نذهب إلى منطقة أبعد من هذه النقطة. أي أمريكا المطلوب موتها؟ من نيويورك مدينة البدايات تنتهي هذه الرحلة لتبدأ الحكاية، حكاية الصراع الأزلي بين أمريكا الحلم وأمريكا الكابوس، بين الحياة الأمريكية والموت لأمريكا، بين الملاك الأمريكي البريء وغواية الشيطان الأكبر. الحرية بعيد كثير. حرية بعيدة، ها؟ ايه. شوفين؟ لا نستطيع ان نطالها. كعرب. بس الشمس يعني تعطينا امل وافق جديد. لو كانت امريكا صديقتي او فتاة جميلة عم ودعها، على الاكيد بقلها انه ان شاء الله بشوفك قريبا. لانه تركت شيء في بكل ولاية كنت فيها، مثل هيك أول بوسة، لأنه أول زيارة بتشبه هيك أول بوسة، بتصير تشتاق إنه ترجع تبوسها، يمكن تاني مرة ما تعيدها، بس في شيء هيك إنه برجع بشوفها من بعد ما صار عندي هيدي الخبرة مع الولايات المتحدة. هلأ ما بعرف إذا بزهق منها دغري برجع، أما إذا إنه بوطد علاقتي معها. بس الأكيد إنه في شعب بأمريكا مثله حابب يتعرف على التاني، منه كله الصورة اللي نحنا منشوفها. وما رح إلا باي، إلى اللقاء إن شاء الله.
بعد 3 أسابيع أعود إلى بلدي حيث الحريات ضئيلة جدا، اللحى كثيرة، حيث السنة والشيعة والشيعة والسنة السنة والشيعة وما قدر الله. يمكن أنا 3 أسابيع كنت موجود هني، يعني أقل الأسابيع في السنة هذه يمكن سمعت فيها كلمات سنة شيعة سنة شيعة سنة شيعة.